ميتك تقع يا حبيبك الله يسعد وجهك ويسفر. فانت ترى احنا جالسين لما قالوا نقول لكم راي الجمهور راي الشارع العام اللي بيعرف عن شخصيه ابو نايف عن عبد الله عن طوني. احنا لما قالوا ما نجيب حاجه من روسنا احنا ولكن نبي نريح الجمهور ان فعلا ترى فهد ومقرن وابو نايف ما زالوا مع بعض اخوان ومجتمعين سوا صح لا الله وكمل عليهم الرباعي طوني يقول اليوم راسلني يقول لمسفر انت ليش تسوي طوني انا اعطوني انت ما قلت يقول طوني مو بطوني ها ايه في فرق بين طوني وطوني ما هو جاب عطوني ابن خالتي عاد ما يحتاج ابن خالتك احنا شو نسوي عاد ابن خالتك ابو نايف لا ما تدري يعني والله ما ادري كيف كثيرين ترى من الناس يعني مو عذرا يعني مو بس انت اللي ما يدري كثير من الناس ما يدرون ابن طوني ابن خالتي والله اللي ونعمه والله اني اول مره ما عليك زود يا بعد راسي وبعدين ترى عندك اللغه بس يعني في فرق كبير ما في فرق يا اخي الاشتراك يجي احمر واسود واسود نعم نعم الله يحييك نعم نعم يضحك لو انا قلت في فرق ما في فرق لا هو صادق صح هو نعم 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 صادق عبد الله هرقيب لبيك وش هو ها عبد الله هرقيب استغفر بعد ما طلعت من برنامج السوق اختفيت وش سبب اختفائك في الاعلام يبني له فله في الديره خابر هلا وش دراك خابر لا هاي اعلمهم قبل ما اعلم علمه كلها وش ما غريب اللي في القعيه ولا في الديره طيب ما شاء الله هذا عندك طيب. نعم. هذه تخلص يعني من السقيم مو مني انا والله الله 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 والله اي عشرة تواب اذا معك دراهم شوي بس شوي بس اسلم والله يطول العمر ما اختفيت احيان يجبرك الوقت يعني كنت جاهل في الاعلام اول حاجه ترى دخلت الاعلام وانا جاهل في الاعلام مره ما اعرف فيه اي حاجه مع ان اخوك ذيب قبلك في الاعلام اكيد انك تعلمت النقطه السوداء في حياتي والنقطه البيضاء في نفس الوقت سلام. اخوي ذيب ليه لانه كان هو حتى في المدرسه الطالب المثالي وانا الطالب المشاكس بالله يعني تخيل سبحان الله يعني تخيل يوقفني المدير مثلا او مدرس برا عرفت وهو جنبي بس ما هو بذيب الطالب المثالي على ذا ذيب حمد ذيب حمد ذيب المبارك مضبوط والطالب المشاغب واقف بجسمه المشاكس ايوه عبد الله هرقيب كان هو اللي ذيب كانت الحقيقه كان يعني فاهم ومثقف اكثر من عرفت الله النبي ها والشيء الثاني اللي اهم منها كل ابوها الزين الجاي سبحان الله صح تعبت الوالده الله يشفيها اي والله دخلت المستشفى طول عمرها عشان القلب وبعد ما طلعت سبحان الله دخل الوالد المستشفى الله يشفيه اي والله والله جاله ما رباص اي والله وطلع الوالد من المستشفى ودخلت انا بداله مستشفى ايوه احنا اخوياك ما ادري ها والله ما ابيكم ابغاكم تكملون نجاحكم والحمد لله انكم طلعتوا ناجحين يعني نجاحك بيوقف اذا ايضا نجاحنا قصدي بيوقف عشان تخير يجون عشاني والله نجيك والله والله اقول تستاهل. اقول انتم ينطبق عليكم اللي يقول نادر صح يجيك مجنون والله مزعدك والله ما عليكم زود ما عليكم زود بديت في القصص في سنابك اول ما طلعت من برنامج السوق وبعدها اختفيت هل تصعب عليك القصص حفظها وكتابتها او بعدين تقولها في سناب ولا مع انه يعني طرحك فيها واسلوبك واسلوبك جميل جدا يجعني والله ما بكيف لكن قطعتنا ما انا بعلمك القمر يحضر ويغيب ما هو دايما انت بقمرت انت نجوم عيال خالي ايش رايكم والله بعد تعال تعال وهذا وش جايبه بعد وشو ولد خالتهم بعد هذا السر اللي ما كنت تدرون به يا رجل اي والله ضيعيها ابو نايف طوني ما فيه صدمه حتى ما تدري انه صدمه لك كنت. والله صدمه لي ولا ترى يعني من زمان من زمان من زمان وانت يا خاله ما تب كن حويا لكان ايوه ايوه لكم تقبروني وتوحشوني مو كذا مو كذا اجرها
والله عجنها وشو لا حلو لنا لنا هو عاش بالديري هون ايوه كثير نحن ايه وين الواعيه 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 لسانه كبير هذا العويعيه هذا والله هلا بعرف لسانه صدق القويعيه ايه لكان ايوه القويعيه فوتوها فوتوها وش اللي فوتوها نعم الاوعيه الاوعيه ايوه الاوعيه الدمويه ذيك لا تهرب من السؤال ولا شو الصدق اللي هوش الصدق القصص دي ما عاد قلتها ولا عاد لا اخر قصه قلتها يا طول عمر قبل امس يا رجل اي والله اجل ما تابعتها والله يحق لك انت ليه منشغل وكانت نعم تجهز لي اسئله نعم نعم عرفت وضيف ثقيل وقبلها الريجيده ابو نايف كان بيسالك سؤال وش السؤال اللي كنت بتسال عبد الله بعدين تكلمت انا وسكت انت والله لاحظتك ترى عبد الله انا بس ما انا بسأله انا اقول عبد الله يبي يقول وين جدتنا انا